ايديم حلو جدا، اكسبرشن كده بيتقال بالانجلش انه perfectionism is the enemy of productivity. المثالية هي ضد الانتاجية، تمام؟ وده بيبقى انت في الامتحان، انت في الامتحان بيبقى عندك thinking كده، بالذات في الريدنج يعني الماث والرايتنج ما عنديش مشكلة فيه انك تتارجت كل الأسئلة، لكن من اكبر المشاكل اللي الناس بتعملها في الريدنج هي الحتة دي، انه مصر انا هخش هحل ال 52 سؤال، مع انه عارف انه الانجليش سكيلز بتاعته ما تسندوش ان هو يعمل كده. المثالية دي يعني زي ما في فيديو احنا لسه ناشرينه من شوية، هحط اللينك بتاعه ان شاء الله يبقى موجود. المثالية دي ومحاولتك انك تحل كل الاسئلة مع انك عارف انه ليفل الانجليش بتاعك ما يساعدكش انك تحل ال 52 questions بقراية كل الباسجز في الوقت الليميتد ده، يمكن هم اكبر سبب ان في ناس كتير ما بتوصلش اصلا للباسج الاخير. لا يا شباب، مش عايز ان يبقى عندنا المثالية المش صح دي، ال perfectionism ال unnecessary perfectionism ده مش حاجة كويسة، ده حاجة بتضرك جدا. لازم وانت داخل امتحانات ال EST بالذات تعتمد على حاجة اسمها ال scapegoat strategy، تمام؟ او اللي هي نظرية كبش الفداء. انت لازم تبقى عارف انه في اسئلة معينة بتبقى سهلة، بتاخد وقت اقل، بتلم بيها درجات بسرعة، فدي هنشن عليها، وفي اسئلة اصعب بتاخد وقت طويل، فدي انا هعمل حسابي اني لا مش هحطها في الاول، دي انا هأجلها شوية. الكلام ده سواء في الريدنج او حتى في الرايتنج، يعني ما ينفعش انك انت تعامل اسئله البونكتويشن اللي هي ما بتاخدش وقت وسهله وسريعه نفس معاملتك لاسئله زي الباراجراف اديتنج اللي هي اسئله المين ايديا والاوردر كويستشنز والاديشن ديليشن اللي معروف انهم هياخدوا وقت اكتر. فزي ما بيقول لك choose your battles، اختار المعركه بتاعتك، اعرف اللي تركز عليه وايه اللي ما تحطش عليه فوكس كتير.